ما شاء الله. رند، ببدأ معك، يعني بما انك تطرقت لجانب النوايا الحسنه وانك اخذت شهاده دوليه، لك مشاركه خارج المملكه في التطوع؟ اكيد لي مبادره لشتاء ادفى، وايضا مبادره لانكم تستاهلون. طبعا مبادره لشتاء ادفى هذه نوزع كسوه شتاء على البلدان المحتاجه. كم دولة رحتي؟ وأيضا مبادرة المكفوفين، بس خلينا نتكلم عن مبادرة شتاء أدفى. وزعنا أو وردنا كسوة شتاء لدول كثيرة، دول أفريقيا مثل المغرب، السودان، مصر. أيضا مبادرة المكفوفين أو اليوم العالمي للكفيف لمصر والسودان والمغرب برضه، تحت مظلة أي جهة؟ مركز الملك سلمان؟ تحت مظلة جمعية كفيف. ما شاء الله. أيوة، وكانت بمقاطع توعوية ومبادرة لأنكم تستاهلون. هذه كانت مع دولة الكويت تكريما للمتطوعين اللي توفوا الله يرحمهم، وتطوعنا باسمهم، وان شاء الله الله يكتب اجرنا واجرهم. ما شاء الله، مسيره مشرفه وتوك في البدايات، وان شاء الله فالك التوفيق ونشوفك في مستقبل اكبر واكبر.